استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. يا عيني عليك يا ابني، خلاص عاملين رباطيه عليه وعاوزين تحوطوه، ده انتوا ناقص تعملوا له حظر تجول. والله يا ابو الحاج يعني لو كنا ممكن نعمل كده كنا عملنا. والله يا ابو الحاج يعني احنا كل همنا انه يلتفت لبيته وعياله ولينا وينسى بقى حكايه الجواز دي. حتى انت كمان يا هدى، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. لا 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 يا ابو الحاج اوعى تفهمني غلط، انا بس كل خوفي. يا بنتي حقك جوزك وعاوزه تحافظي عليه، حقك. ايوه يا ابو الحاج، يعني انت هتساعدنا ولا ايه؟ امال فين الضلع التالت بتاع العصابه؟ عصابه؟ ما تتخضوش انا بهزر يا ولاد. يا ابو الحاج خليك معايا وقول لي هتساعدنا ولا ايه؟ ايوه هساعدكم، على الاقل اضحك عليه شويه. والله يا ابو الحاج احنا كل اللي عايزين نعرفه هو بيخرج يروح فين؟ مع مين؟ ومفيش مانع يعني لو خرجنا معاه وورنا الدنيا. ايوه صحيح، وبدل ما احنا قاعدين هنا في البيت وهو عمال بره يشوف كتير. والله يا ابني ده غلبان، والله غلبان. لا بيسهر ولا بيروح اي حته. يا حلاوه. ايه ده ايه ده؟ امال اللي بيتجوزهم دول بيطلعوا له فين؟ في البخت؟ في ايه؟ انا شرفني، علم عندك مجايز بيتكعبل فيهم. طب ايه رايكم ان الجوازه الاخيره دي شافها في المطار وهو راجع من العمر؟ نصيب بقى. يعني ايه يا ابو الحاج؟ يعني مش هنعرف نخرج معاه زي اي ست متجوزه بتخرج مع جوزها؟ طيب انا عندي فكره. ايه ايه يا ابو الحاج؟ ايه؟ انتوا مش عاوزين تلبدوا له وتخلوه ما يبصش بره، خصوصا في الاماكن اللي فيها ستات؟ هو ده بس اللي احنا عايزينه. حيث كده انا هدلكوا على السكه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تعالى يا فواز، تعبت نفسك ليه بس يا حبيبي؟ السلام عليكم يا مدام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طمني عليه. الحمد لله، بس الولد تعبان قوي يا فواز، الحكاية كل مدى بتزيد. صفر ما تقولش كده، ده ربنا مفيش أحن منه في الدنيا، ده اختبار من ربنا يا مدام. هو كده ربنا ما بيحب عبد بيبتليه، وانا قلبي حاسس انه ان شاء الله هيقوم منها زي الفل. ان شاء الله ان شاء الله. هما قالوا لكم هيعملوا ايه؟ ادينا مستنيين نتيجه التحاليل ونعرف بعد كده هنعمل ايه. لا حول ولا قوه الا بالله، ان شاء الله خير، ربنا مفيش اكبر منه يا صفوت صدقني. وانا حاسس انه هيقوم منها ويبقى زي الفل. او بدا يفتح عينيه اهو، فتح عينيه على وشي. بسم الله ما شاء الله. انت كويس يا بطل؟ الحمد لله كويس يا عم. بسم الله ما شاء الله، شوف ضحكته زي البدر اهي ما شاء الله. انا عايزك شويه يا صفوت، تعالى بعد اذنك يا مدام. تعالى يا فوز. الحمد لله الحمد لله. ايه الاخبار؟ نام ولا لسه تعبان؟ نام وصحي وضحك ولعب معايا كمان. ما قالوش نتيجه التحليل امتى؟ على اخر النهار كده ان شاء الله. تمام يا حاج، خلصت كل اللي قلت عليه الحمد لله. هو ايه ده اللي تمام؟ مالكش دعوة انت بقى، انت مالك؟ انت كل المطلوب منك دلوقتي تقعد جنب ابنك تهننه وتطبطب عليه وتخف عن امه. خفف عنها شوية. ها؟ في الظروف اللي زي دي الراجل لازم يبقى زي عمود الخيمة، صالب طوله ومضلل على الكل. ما ينفعش بقى تنخ كده من اولها ولا ايه؟ مظبوط يا حاج. انا خايف عليه قوي يا جماعة، ما شفتوش كان عامل ازاي؟ شوية سخن وشوية بيترعش، ما بقتش عارف اعمل ايه. كل العيال كده يا صفوت، كل العيال بتاعي. صفوة اسمع كلام فواز واجمد شوية. عشان ابنك وعشان مراتك وعشان نفسه. الله، ما هو لو ما بقاش كويس مش هيعرف يشيل. ما دي الضريبة يا اخوانا، ضريبة الأبوة. ولا انتوا فاكرين بقى كلمة بابا اللي بتجننا دي ببلاش كده؟ ربنا معاك الحمد لله يا رب يا رب. ايه كفاية يا حياتي، على كده هتكلف. كل يا حبيبي واهدم بألف هنا، مطرح ما يسري. انت شقيان وتعبان ولازم لك غذاء. بس انت كده مش بتغذيني، انت بتضغطيني وكانك هتذبحيني على ايه. اللي انت بتقوله ده بس يا علي، هو احنا لينا حس من غيرك؟ وبعدين يا اخويا كله من خيرك. ربنا يخليك ليا يا حياتي. ويخليك لينا يا علي يا رب.
كل يا نهى، كل يا حبيبتي. بس انت شكلك كده بتحرجيني على حاجه، عايزه تقولي لي حاجه، عايزه تطلبي حاجه. اطلبي، انا عينيا لك. تسلم عينيك يا علي، انا بس نفسي تسمعني بالراحه كده من غير زعل. مش قلت لك الدلع ده اخره حاجه؟ جرى ايه يا علي؟ ما انا بدلعك يا اخويا على طول. طب انا عاوز اقول لك على حاجه بقى، لو اللي انت عايزه تكلميني فيه له علاقه بالشغل يا ريت ما نتكلمش فيه اصلا. ليه يا علي؟ ليه؟ هو الشغل عيب؟ مش عيب، بس لما ابقى مقصر في حاجه بينزلي اشتغل. مش حكايه مقصر ولا ناقصني حاجه، انا محتاجه اشتغل، حاسه ان الحكايه دي هتفرق معايا قوي. يعني انت عاجبك شكلي اللي بقى زي الخدامين ده؟ يا علي نفسي احس اني بعمل حاجه مفيده. وهي تربيتك لعيالك حاجه مش مفيده؟ ستات كتيره بتشتغل وبتربي عيالها عادي يعني، وبعدين انا معايا شهاده يعني ممكن اشتغل في اي حته. يا حياه انا مش عايزك تتبهدلي في الشوارع. يا علي ولا بهدله ولا حاجه والله. طب بقول لك ايه بقى، يا ريت تقفلي على السيره دي دلوقتي وسيبيني اخش اير شويه عشان عندي مشاوير بالليل كتير. اقول لك ايه بقى يا علي، انا زهقت ومش قادره استحمل الحبسه اللي انا فيها دي. ممكن اكلم بابا او فواز يساعدوني؟ حلو قوي، اديك قلتي فواز اخوكي، روحي قولي له بقى، واللي يقول لك عليه بتعالي قولي لي عليه، بس والنبي عشان خاطري سيبيني قايل شويه عشان مشاوير بالليل. ما تاكلي يا نهى، كلي يا حبيبتي، وانا لازم اكلك بايدي؟ لا 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 لا، الحاج فواز مش ممكن يعمل كده ابدا. يا بنتي هبله، هو انت مش كنتي قاعده معانا وهو الحاج بيقول بعظمه لسانه؟ بس تصدقي هي برضك فكره حلوه قوي، الواحده يا اختي كده مننا تروح كده على سنجه 10 وهي نفشه ريشها. ريشه ده اللي يتنفش ده على اساس انك فاهمه بيعملوا ايه في البتاع ده ولا ايه؟ اه طبعا، امال انت فاكره ايه؟ عارفاه طبعا، ده اسمه ديفيلي. الديفيلي ده اللي هو عرض الازياء، اللي هو النسوان تبقى لابسه كده وقاعده تتفرج على البنات رايحه جايه كده بالازياء بتاعتها، تقوم انت كده قاعده بقلاطه ولما يعجبك حاجه تشاوري عليها برضك بقلاطه. وانت يا بنت انت عرفتي الحاجات دي منين؟ طبعا من التلفزيون. ليه؟ هو انت فاكراني جهله زيكم؟ لمي نفسك يا سميح. الله، الحق عليا اني بنوركم يا انهار. شكلك شبشبي وحشك يا سميحه. لا يا حبيبتي، لا انا هسكت لك برضك المره دي. انا عايزاكي ما تسكتي. لا اله الا الله، لا اله الا الله، يا جماعه ده وقته. استغفر الله العظيم يا رب. لا طبعا مش وقته، شيطان ودخل علينا فجاه. لا اله الا الله، حقك عليا يا حبيبتي ما تزعليش. وانت ما تاخديش على خاطرك مني يا روحي. بقول لك ايه، ما تجيبي بوسه. انا مش عارفه ايه البرود اللي انتوا فيه ده يا اختي. اسم الله، وانت اشمعنى يا اختي المره دي مش علناها؟ بقى الحاج فواز، الحاج فواز اللي ما بيسيبش فرض وبيصور بيت ربنا كده ويملس على بابه، يعمل اللي انتوا بتقولوا عليه ده؟ يعمل ايه يا بت؟ انت مالك على طول مقفوره لنا كل حاجه كده؟ مش عارفه ايه المشكله، ده شغل عادي يعني. عادي ايه بس؟ الحاج فواز هيجيب بنات ويمشيها كده قدام الناس وتتقصع بهدومه؟ يا بنت تتقصع ليه؟ دول هيلبسوا العبايات والطرح. ولو الحاج برضه ما يعملش كده، ولو فكر لازم نوقف له ونفهمه انه كده ماشي في سكه حرام. حرمت عليك عشتك يا بعيده ان شاء الله. صدقي يا بنت يا هدى ان انت فقريه، انت يا بنت عايزاه يرمي علينا يمين الطلاق كلنا في طلعه واحده؟ سيبك من البنت الهبله اللي قاعده جنبك دي وركزي معايا وقولي لي البتاع ده بيلبسوا له ايه. لا 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 لا، انا مش رايحه المكان ده خالص. خلاص يا حبيبتي اتركني على جنب بعيالك وهتقعدي مع العيال كلها بقى مره واحده، خلي الكبار يتكلموا. الله عليكي وعلى مزاجك. قولي لي يا عيني هتلبسي ايه؟